تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي. جبالي. ريكوردينج جبالي. أنا حبيبنا بعد عقب جهاد نقول أنا سنة دار الجبر ضيفنا. للسعدية وزور الأمانة عند أبو اللطف وعلى السفارة. عند السعدية وزور الأمانة عند مهند على السفارة. حسام وإخوان وورد ونوايرة وهذا أبو المحمود عم الحنوان. يا ابراهيم يا زيد يا زيد احلى من المعتصم. هلا 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 يا سردي. هلا مع الرابي. هلا هلا ضرب السلم. هي يا مجاهد ابو العز يا زبيدي احلى فتحي. هلا بالغالي ابن الغالي. هلا عموري روح روح. هلا ابو محمد يا سمن. هلا ضرب الفضيل حبايبنا. هلا بشادي. شحبر وينك يا شحبر؟ مبروك الطويل يا شحبر. السباق وعنهم من حيدي هذا يسنك يا ابن الشهيدي. السباق وغني قصيدة وابو المعتصم يا ابن الشهيد. هاي كرمال صامد والليلة عيدي مبروك الخطوبي يا قدامي كوان. مبروك الخطوبي يا صامد. مبروك الخطوبي. مبروك تتهنى. هلا 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 بلطفي رجل المهمات الصحبية اللي تبقى والسبب. هلا هلا يا طارق ورا صبح. هلا بالحبايب. هلا بدر جربوع وحبيبنا علاء السعدي وانس يا غالي يا جربوع. هلا مبروك مبروك يا عكاش. مبروك هلا طوال يا حبيبي حبيبي اسرائيلي. ملك البوريد محمد سعدي. ملك الفروض الجلكات. ملك الجرح يا عز يا سعدي. ملك يا سبتان. هذا يا سبت يا الاولانا قلبي بيحبك يا الاسمراني. هذا يا سبت يا الاولانا قلبي بيحبك يا الاسمراني. لابن السعد ويسلم فرحاني هذا خوي وعلامي كوانا. الحب البريات على الباب قلع الفنادي انا بطاقة. هلا قلع الفنادي انا بطاقة. احلى انس يا قولي انس. مصطفى المصري واحلى انس يا
يا أوس. حبا بريك على الباب قرع الفناجين بطاقة، هلا قرع الفناجين بطاقة. وعبد الكريم وأحمد عنوية هيند إبراهيم وأحمد خاوية وعبد الكريم وحبد عنوية وينك ابو الحسن وينك وينك يا يزيد عقبالك يا حسين لعينك مصطفى النصري وعايش ابو الحسن ماهر سكين اريحه ملك الخطر جدر على الجميع على خطه الشادي الثمن عصامور بعشرين اثناش دوري المنيل ابو ثائر واحبابي نادي نادي حمودي ونادي جيقادي هلا ربع ابو الجامل بس حنادي هلا بحمودي وهلا بجيقادي هلا العكاش ويا سبع الوادي هلا بحبابي ولينا يظلوا ونوادي هاي برنس هلا بالسفير التركي هلا بالسفير هلا بالحبيب مهند اللطفي هلا بالجنابي هاي الراغب هلا يا ابو عدنان يا ابو عدنان بعوض الله ابو البهاء بغني غناني تسلم يا يا زن يا ابو العدناني هلا ابو البهاء بغني غناني تسلم يا يا زن يا ابو العدناني هيها ضاب العود ونادت اخوانه يوم الشدايد عز وظلوا نوانه يا زينة يا زينة
حبيبي صوتك هاني وحبابي عند بسام النخوي وطيابي يا صبرات هلا بيكم هاني وحبابي عند بسام من أهل وقرابي نجل أبو شادي ولا ود كتابة لا أبو طبيخ وغنى الحسونة يا صبر هذول رجال تعبني للمالي أهل وقرايب عزوة يضلوني أحسن أبو ميحة أكبر أجد عمر اخوان معلش تحملونا شوي اخوان يعني اخونا محمد ابو السمن اخ عزيز ومحترم وعنده اخلاق اكثر منا والحمد لله رب العالمين شاب طيب هسه بقول كتاب الاقصى يا بزول كتاب الاقصى مهند انت من هسه وطالع ممثل كتاب الاقصى فيا اخوان ان الشرف العظيم شرف عظيم انه نشارك بهاي المناسبه الطيبه بهذا العرس الجميل مع اخوي جمال حويل عضو المجلس الثوري واللجنه التنظيميه في مخيم جنين واللجنه الشعبيه والاقليم وكل المؤسسات في مخيم جنين والاهل في المخيم والمدينه والمحافظه ان نبارك لأخ عزيز شاب هادئ منضبط بالصلاة على النبي مؤمن بالله ومؤمن بالوطن وشاب يعني للأمانة ينسجن ما ينسجنش مش مشكلتنا هاي العتيار شاب أحد أشبال معركة مخيم جنين كان صغير يوم كبير صار شوي كبر فكان أحد أشبال معركة مخيم جنين واحد مقاتلي كتائب شهداء الأقصى على ذمة مشاحي ولا مشاحي على ذمة مهند طبعا مهند مسؤول كتائب شهداء الأقصى إن شاء الله الليلة بأخذه نرتاح منه إن شاء الله يا رب فكل الاحترام لآل أبو السمن الكرام وللأهل في مخيم جنين تستحقون كل الاحترام والتقدير لكم ولأخونا محمد ألف 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 مبروك وهي أخونا جانب الكامل يديلك كلمة تفضل
طيب ماشي، باسم تنظيم المخيم وباسم الإقليم زي ما قلنا وكل المؤسسات والأهل نبارك مرة أخرى، وإنها لثورة حتى النص حتى النص حتى النص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ماهر النبالي الصديق التاريخي لمحمد أبو السمن. هاني كل الاحترام لأخونا أبو الحافظ، أنتم فرقة وطنية تستحقون كل التقدير والاحترام. تفضلوا.